سلام سوداني. كيف احوالك؟ تمام. كيف إذا ما كان في تعب، إذا ما كان في رغبة، عليه تقسيم طبيعي. إذا ما كان في تعب، إذا ما كان في رغبة، في ذلك يعني أكيد. تباحثنا كيف يتم تطوير هذا العمل المتواصل، ومعلوم بأن هذه البعثة قد ساعدتنا في التدريب في كيفية تعامل المغاطلين مع المدنيين في مسألة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وزيارة كانت مثمرة، ورتبنا لبعض التعاون المستقبلي دعما لتحقيق السلام في إقليم دارفور، وبانتشار قوة حفظ الأمن المعنية بحماية المدنيين قريبا سوف يكون هنالك سلام ملموس على الأرض في إقليم دارفور.